شفيق الزواغري، ده صحفي مغربي بجريدة المثل المغربية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، مرحبا. مرحبتين، منور الدنيا. الله يخليك، بارك الله فيك أستاذ. يعني قل لي، الصحف المغربية عموما تناولت لقاء أو هتتناول لقاء أو بتتناول لقاء الأهلي والوداد المغربي بأي شكل؟ أيوه صحيح، يعني هو واحد الساعة حاليا المقابلة يعني في دور الإياب ديالها ما بين الأهلي المصري وفريق الوداد الرياضي المغربي. هي حقيقة يعني هي مباراة مصيرية، مباراة حاسمة للفريقين، يعني باش تحدد بالنسبة للوداد يعني لا الأميرة اللي غادي تكون عنده الثانية، ولا بالنسبة للفريق الأهلي المصري. يعني هي مباراة غادي تكون أكيد غتحمل مجموعة من الأساسيات، مجموعة من الأمور المختلفة يعني بتاتا على المقابلات السابقة، سواء كانوا في الأدوار السابقة يعني ولا في اختلاف تام بخصوص تكتيك، بخصوص أساليب يعني التقنية ديال المدربين الاثنين، يعني سواء يعني بدري حسام بدري ولا المدرب حسين عمود. تمام، يعني حضرتك شفت الست اهداف اللي استقبلهم النجم الساحلي، شفتهم ان هم ممكن يديوا دفعه لفريق الوداد ولا هيزيد من مخاوف فريق الوداد؟ لا باش نكون يعني نكون واضح معك، الامور يعني من ناحيه تكون ايجابيه لفريق الوداد لكي يضرب يعني بطريقه المثلى يضرب التكتيك ديال الفريق الاهلي، وفي نفس الوقت هي يعني رساله تحذيريه من فريق الاهلي لفريق الوداد. علاش بالضبط؟ يعني ممكن اننا نقولوا ان فريق الاهلي يعني كان بحث يلعب الكره بالطريقه اللي كيحبها، عكس فريق الوداد. فريق الوداد حاليا يعني خلى او تعلم مجموعه من الظروف في المقابله الاخيره ديال فريق الاهلي المصري، خلى يعني اللعب او الفرجه في الملعب يعني ما غاداش تكون بقدر ما غادي يكون يعني التكتيك ديال المدربين. البحث كيف قلت سابقا يعني على جزئيات بسيطه هي اللي غادي تفصل النتيجه ديال المقابله. تمام، يعني برضو شفيق، يعني عايز اعرف من حضرتك، هل هيأثر او هل هيكون للجماهير كلمة في اللقاءين، لقاء القاهرة ولقاء المغرب؟ ببساطة يعني باش نقربك من الصورة، فريق الوداد يعني مستأنس بأجواء ديال الجماهير، يعني حاليا كيلعب أمام أزيد من 60 ألف متفرج. ما كنظنش أن نقطة الجمهور غادي تكون نقطة سلبية في يعني على الوداد البيضاوي، بقدر ما غادي يكون يعني تحفيز وضغط في نفس الوقت على يعني على الفريقين معا. حلو حلو حلو، كلام محترم جدا، يعني ردودك دبلوماسيه بصراحه. لا لا بالعكس، ماشي ردود دبلوماسيه، وانما يعني انا كنشوف من وجهه نظري انا يعني أكيد بان مقابله ديال الجزائر ديال فريق الوداد الرياضي وفريق اتحاد العاصمه الجزائري، يعني كنت حاضر فيها في الملعب في 5 جوليا. اكيد يعني شفت الضغط ديال الجمهور ديال فريق الاتحاد الجزائري ولا المعروف بمصطلح السفاره، عباره السفاره، يعني كان فرض ولا حاول يفرض واحد الضغط على اللاعبين ديال الوداد. بالعكس يعني كانت هذاك الضغط اللي كان من طرفهم استغلوه اللاعبين ديال فريق الوداد باش يخرجوا بنتيجه ايجابيه اللي كانت سلبيه في ملعب 5 جويليا. شفنا يعني مقابله، لاحظنا مقابله اخرى هنا في المغرب، يعني كانت مقابله مغايره تماما في الوقت اللي كانت نفس تقريبا نفس العدد الجماهيري اللي كانت في 5 جويليا، كان في المجمع الرياضي محمد الخامس. اكيد جميل، عرف فريق الوداد يعني امتصاص هذاك الضغط الجماهيري وحولوا النقطه ايجابيه. بتديهم حافز. في فرق كده يعني اكيد جماهير الاهلي وجماهير الوداد جماهير كبيره وجماهير غفيره، واكيد بتحفز اللعيبه وبتبقى مصدر رعب للفريقين. يعني برضو ان شاء الله تشرفونا بكره باذن الله البعثه مكتمله الصفوف ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. وهي يعني لازم اشاره، اللاعب عطوشي هو اللاعب الوحيد تقريبا اللي ما غاديش يكون يعني حاضر في المقابله، وهذه رافق البعثه ديال فريق الوداد الرياضي الى القاهره الى برج العرب، يعني ان شاء الله غادي يكون رفقه الفريق. حاليا يعني قاموا بالامور والاجراءات الاداريه كامله باش يكون رفقه الفريق، وكنتمنوا ان المقابله يعني تمر في اجواء رياضيه. اكيد الشبيه، اكيد احنا بنقول بنكسب وبنخسر كدول عربيه، لكن في الاول وفي الاخر طبعا احنا يعني كلنا اخوات، يعني كلنا بنمثل صوت واحد هو صوت الامه العربيه، يعني طبعا حاجه مفروض طبعا الحال. اكيد اكيد، يعني كلنا يعني احنا اخوه، وان شاء الله كنتمنوا ان الروح الرياضيه تبقى في المقابله ان شاء الله، وتكون الامور سالمه وغانمه ما بين الفريقين. الشبيه، اخر سؤال اساله حضرتك، لو حضرتك قاعد بتعمل سيناريو لنفسك، حضرتك متابع جيد نادي الاهلي، متابع جيد نادي الوداد، تفتكر الفريقين هيقابلوا بعض ازاي؟ الاهلي هيبدا بهجوميا، الوداد هيبدا هجوميا، الوداد هيبقى فيه تحفظ شويه، الاهلي هيشوف الوداد هيعمل ايه؟ لو بترسم سيناريو في دماغك، ممكن المباراه تطلع في دماغك ازاي؟ باش نكون واقعي معك، يعني الاسلوب التكتيكي ديال المدير الفني ديال فريق الوداد يعني حاليا عنده بعض الخلل
خصوصا في خط الدفاع، يعني غادي يكون لاعب امين عطوشي اللي هو محور الدفاع فريق الوداد غادي يكون غائب بسبب طرد في المقابله الاخيره. يعني هنا غادي يكون المدير الفني ديال فريق الوداد غير يلزمو التحفظ في المقابله، يعني ما يقدرش يخرج يبحث على الهدف في الدقائق الاولى، بالعكس فريق الاهلي المصري غادي يخليه يدخل عنده المنتصف ديال الملعب ديالو. يعني بعد تقريبا 20 دقيقه نص الساعه الاولى ربما يقدر يكون يعني واحد التغيير تكتيكي في الخطه ديال فريق الوداد للخروج للبحث على هدف السبق او لهدف التعادل، او يعني على الاقل تكون واحد ثلث ساعه ولا نصف ساعه الاولى من المقابله تكون لجس النبض ديال الفريقين. تمام، يعني اجابات بصراحه مميزه جدا من حضرتك، يعني بتدل على وعيك الكروي الكبير. شايف وليد ازارو، تناولت مساله وليد ازارو احرازه لثلاث اهداف بعد غياب تهديفي للنادي الاهلي، لكن وليد خامه جيده جدا. شفت استبعاد المدير الفني رينارد هيرفي نيرارد لازارو، شفته ازاي؟ وبعد ما احرز الاهداف هل هتلومه المدير الفني المغربي في عدم ضم ازارو، ولا حضرتك شفت الموضوع ازاي؟ اكيد استاذ، يعني غادي نرجعك واحد المساله. كان يوسف العربي لاعب يعني كان هداف ديال المنتخب الوطني في فتره من الفترات، يعني كانت خانته اللياقه البدنيه ديالو، ويعني كان صام عن التهديف. كذلك مثال بالنسبه للاعب حمد الله، يعني عبد الرزاق حمد الله توا في فتره من الفترات ديالو كان هداف المنتخب الوطني، بعدين يعني بعد الاصابه كان خانته اللياقه البدنيه ديالو، يعني ابتعد عن صام عن الاهداف. وكنشوفوا نفس السيناريو وقع اللاعب ازارو، يعني ازارو غير المشكل الوحيد اللي عنده هو انه يعني ما كانش في الفورمه ديالو كيف ما كنقولوا، ولكن يعني بعد الثلاثيه اللي سجلها في مرمى ديال النجم ساحي التونسي، اكيد هنا يعني ضغط من طرف الصحافه المغربيه على هيرفي رونارد على مساله استدعاء ازارو، لانه يعني يجيد التعامل ويجيد يعني التموقع داخل مربع العمليات، وهو يعني من النوع اللي كنقدروا نقولوا بانه صياد الكرات خصوصا الهوائيه. بالظبط، يعني انا بصراحه انا بحييكوا ان في عندكم مهاجم بقوه وليد ازارو. احنا كلنا قبل، احنا كمصريين يعني او كمشجعين في الكوره في مصر، كنا بنشوف وليد ازارو قبل حتى ما يحرز الاهداف بنشوفه مشروع مهاجم متميز هيبقى من احسن مهاجمين في العالم. فانا يعني بصراحه بحسيتكم ان انتوا عندكم مهاجم بحجم وليد ازارو، وطبعا اتمنى او من الافاده كمان الافاده الكبيره كمان وليد ازارو ينضم للفريق المغربي في مباراته الهامه جدا. استاذ شفيق الزواغري، شكرا جدا على هذه المداخله وكلامك المميز جدا.